السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مدينة الشقر في ولاية تيرت بالجزائر نتكلم اليوم، نتكلم على اللي يسموه المنظومة الجديدة اللي يسموها البريكس، اللي خلقتها الروس والصين والهند قالوا يزيدوا يدخلوا معاهم بلدان واحدة أخرين. هذه المنظومة هذه ضد، في الحقيقة ضد الدولار الأمريكي، ضد سياسة أمريكا. قالت الجزائر ندخل فيها، بالصح العدو الكبير تاع الجزائر وهم الصهاينة ما يبغوش، كاين دولة لأن الناس راه على بالها بها الإمارات، دارت تحالف مع الصهاينة مع إسرائيل. قالت لها إسرائيل، قالت الإمارات بتخليش الجزائر تدخل في البريكس، مع إن الهند دايرين الإماراتيين سيادهم. نعم، الهند قريب مليار، دايرين الإماراتيين سيادهم، إماراتيين 87 هذوك، كي قلت 87 راكم عارفين بلا رخي شوية، الهند دايرينهم سيادهم، كي يقولوا إماراتي دير هذه كي ديرها. انتم تعلموا بلي الهند تعبد البقري، دايرين الاماراتيين كل بقري، احترموهم كل بقري، الهند يحترموا الاماراتيين كل بقري، كي يقولوا سيدو دير ذيك دير ذيك. هذا الخطره الإمارات قالت للهند ما لازمش الجزائر تدخل في البريكس، قالوا لا، لا جنوب إفريقيا لا الروس لا الشنوا لا، قالوا لا نخلوا الدول اللي قبلوهم إثيوبيا مصر معلش، السعودية معلش، مصر والسعودية وإثيوبيا وشكون الآخرين نسيتهم على كل حال. الجزائر لا ما تدخلش، إذن كما قال لهم سيادهم، أنا هذا الإماراتيين كما قال لهم سيادهم الصهاينة، الجزائر ما لازمش تدخل، الجزائر كتدخل في البريكس
مش مليحة لإسرائيل، ده لازمش تدخل. إذن الرئيس تاع الإمارات بن زايد عوج الفم، هذاك عوج الفم الخبيث الخائن، خائن خائن من القرآن، خائن العرب، وخائن بين عمه إماراتيين. قال الجزائر ما تدخلش، ما تدخلش. قال للهند ما تخلوش الجزائريين يدخلوا البريكس. وهذا اللي كان، راني نقول هذه الكلمات لذاك الكلب نتاع بن زايد، كلب خاين. بغي نقول لك انا على بالي بلي تسمع الفيديو نتاعي، على بالي بتسمعها. جوجل يخبرها، مخبرني شحال كاين من الاف يتبعوا فيديو تاعي في الامارات. انت واحد منهم تسمعها، يا واحد الكلب كيف تجي ضد الجزائر؟ وتعاون الصهاينة اليهود، قيل اليوم قتلوا 5 فلسطينيين، 5. وهكذا ننتهي من هذا، نهضر على هذا الكلاب بالزيت كلب. بغيت نخبركم عن حاجة الناس كاين اللي ما على بالهاش. الله يرحم معمر القذافي، منين راح من جهة الإمارات، بن زايد واقف وربعة ولادو مسامير كاع صغار، هذا عوج الفم اللي راه ظلوك رئيس منهم، كانوا مرة دار المطيران تاعو تاع معمر القذافي رفدهم فيها وراح دواهم في الانجليز، دواهم دوا بن زايد وولادو، كانوا مرضى في ذاك الوقت، لا بيتور لا حبوب الكحلة لا والو، الصحراء. و ذاك الوقت معمر القذافي كان كولونيل في الجيش، وكان يحكم بحكامه، دار فيهم الخير قتلوه، هذا الكلب اللي عاوز الفم هذا قتلوه، هما اللي قتلوه معمر القذافي، الله يرحمه على كل حال، الله يرحمه. ونرجع لمشكلتنا، مشكل في الحق مش مشكلتنا، احنا ما دخلناش في البليكس، ديروا طيب و